زعلانين على بيسان. المجال الموسيقي عامة بيصير فيه، أنا مر علي شخصيا يعني بهالموضوع. خايفة إنه يصير لي هذا الشيء كمان، لأنه مهما اشتغلت ومهما سويت إلا ما يجي شيء بسيط يوقف لك كل أشغالك. نتمنى يعني يا هالشيء ما يأثر علينا إن شاء الله، ونتمنى لها كل خير. بيسان حبوك برشا الناس كل. إحنا الحين صار عندنا أحد منكم راح يغني غنية جديدة. طبعا كلنا ساكتين وأنا مرة متوترة ومرة نفسي إنه يقول الاسم يعني بسرعة عشان أعرف مين. واللي هي بتكون جوري. قال اسمي. مبروك. تستاهلين. لأنه وصلت للرقم المطلوب من بعد حفلتك مع كاظم ساهر الأخيرة، فزاد عندك 7500 على اللي كان موجود. يا أهلك إن ننتج لك أغنية. شعور مرة حلو جبار إنه حسوي أول أغنية لي. ولكن أطلب منك طلب إن تقعدين مع هشام أكثر. عندك الصوت لما يطلع منك، عندك أماكن في دفع وأماكن ما في دفع. في أشياء مرة كثيرة لازم أشتغلها على صوتي، هو كويس ولكن ارتفع وينزل وارتفع وينزل. طبيعي بيقعد يعلمك هو أكثر وأكثر، لأن أحتاجك في الاستديو تكونين صوت واحد. وعندك مين سالم؟ بدأ الخجل يروح منك. بدأت خف شوي، بدأت إني شوية تعود، أحس إن يوم عن يوم كذا. بس الحمد لله لو إني غنيت في مكان هيثم أو نادين إيش بيكون؟ أنا توتر ما تستحمل هاي. لا التوتر هذا يلعب فيني أنا، ما أقدر. الموضوع جدا يخوف، وإن شاء الله ما نحط في هالمكان. باقي لحين على نفس الليفل، أنت قاعد تتطور بالعكس، يعني كثير أشياء حلوة قاعدة تصير فيك. أهم شيء إنك حركات أم كلثوم أغنية راشد الماجد ما يصير. غنيت لماجد المهندس وقاعد تمثل حركات أم كلثوم، هذه كيف تيجي؟ هذه مرة ما تركب. كيف تغني كذا؟ لوننا كذا لازم. يا عزيز بالله فكني منك. ورجعوني عنيك. انتبه لحالك يا عزيز. يعني كأداء متوازن بالفعل، انت قاعد تحاول، انا اشوفك يعني قاعد تحاول انك بأي طريقة تثبت وجودك، وهذا شيء ممتاز. في حال انه كسرت هالخوف راح تشوفونه وبشكل مختلف. والله احبك. والله. بس ليش ما تحبني؟ انا ما احبك، بالعكس اكثر انسان انا احبه هو. ادري اتغشمر معك. انت غنيت اغنيه حلوه، انا ما بقول لك لا، بس رجعت كررت نفس الخطا من اسبوعين قبل. يعني اتفق معك على اغنيه نروح لبرايم مغيرها. شفت الاغنيه مو مناسبه لي ومو مناسبه صوتي. انا ظهركم، انا سندكم، انا موسيقي مثلك، بس لما تغير اعتقدها ثاني مره. انت قول لي صح ولا غلط. اتوقع اول مره يعني. لا اسمعني اكثر ان شاء الله.